لحضرتك تقول حاجه للاطفال مصر اللي بيتنمروا. احنا برنامجنا هنحاول نسهل التواصل بين الحكومه والاطفال. في اسئله كتير جدا الاطفال بتكون عايزه تعرفها، احنا برنامجنا هنحاول نعرفها لكم. معانا الدكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيكي، وانا فرحان وسعيد اني اكون معاكي. انا عايزه حضرتك تقول حاجه للاطفال مصر اللي بيتنمروا. اقول لكل طفل مصري بيتنمر على زميله او على صديقه، أو طفلة بتتنمر على صديقتها، إنه ده معنى سيء جدا، معنى مؤذي، ده شيء جارح للإنسان. لما نلاقي طفل بيتنمر على زميله فيتهجم عليه، أو يضايقه بكلمة، أو يضايقه بهدومه اللي لابسها، أو يضايقه بشكله، ده معنى مرفوض ومعنى سيء وبيؤذي وبيجرح وبيؤلم. ومفيش طفل يرضى انه يؤلم زميله او انه يخليه متألم وموجوع. التنمر حالة من العدوان، مفيش طفل يقبل انه يكون معتدي لانه ما يحبش حد يعتدي عليه. زي ما الانسان يرفض ويغضب لو حد اعتدى عليه، انا عايزه كمان يحرص بكل ما يملك يكون مخلي باله قوي انه ما يؤذيش انسان، انه ما يضايقش انسان، انه ما يجرحش انسان، انه ما يؤذيش مشاعر انسان. انا مش عايز الطفل في يوم من الايام يكون متعدي على زميله او يؤذي زميله او يضايق زميله. المعامله اللي تحب انه زملائك واصحابك او زميلاتك وصحباتك يعاملوك بيها هي اللي تعاملي بيها الناس. وعندنا في المعنى ده حديث نبوي سيدنا النبي بيقول فيه: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا بقول لكل طفل احذر، خلي بالك، اوعى في يوم من الأيام تؤذي زميلك ولو بكلمة أو إشارة أو تعامل أو سلوك تضايقه وتوجعه بيها. ما تضايقش إنسان.